هنا التقطت صورة وفيها اجتمعت لحظات مودة وعشرة وزمالة ستبقى عالقة في مخيلة من اجتمعوا في مناسبة معينة ووثقوها في صورة للذكرى. فهي تختصر حين ينظر إليه المتصفح لألبوم صوره أيام وشهور جمعت بين الفرح والصحبة وربما ألم الفراق على طول سنوات الدراسة الجامعية. ذكرى تتكلم، الصورة ذكرى تتكلم، يعني بحيث أنت بعد مرور وقت لما تلقى فد صورة عندك أنت وأصدقائك فتشي، وتلقى صديقك صار بغير مكان وبغير منصب، صار فتشي تتذكر أنت وين هذا صديقي اللي كان، شوف هسه وين كان، وين شوف ايش لابس، شوف شلون تغير الوضع، شوف الجو، شوف الوضعية، فمن هالنوع هذا. فواحد يتذكر هاي الأيام بالصور، يتذكر كل صورة لها موقف، يعني أكيد واحد من ياخذ صورة فد موقف معين أو مثلا عزيمة حلوة، سفرة حلوة ويا الطلاب، فناخذ لها نصور هذه المواقف وواحد يتذكرها من يكبر، لأن تبقى بس أيام الجامعة هي أحلى أيام واحد يتذكرها. صور شيء حلو، وهي يعني عبارة عن لحظة توقف بها زمن وتلتقط الصور، يبقى هذه اللحظة هذه تبقى متوقفة إلى أن يعني إلى أمد بعيد واحد يحتفظ بها الصورة. أيام لا تنسى، وصدق القول بأن الحياة تمضي وعقارب الساعة لا تتوقف، إلا أن من يعشق البقاء في ذاكرة الماضي والحنين إليه فربما صور التخرج والمناسبات باختلافها قد تعيد المتخرج إلى مقاعد الدراسة حتى وإن كان خلسة مع نفسه، ويكون شريط حياته في أروع فلاش باك باسترجاع مشاعر جمة بتعلقهم في مرحلة مهمة من حياتهم ألا وهي محطتهم الجامعية بحسب حديث طلبة جامعيين. أكيد يعني أحتفظ بصور زملائي وصديقاتي، وكل ما يعني هسه أنا من تخرجت وتعينت بنفس كليتي الحمد لله والشكر، دا أمارس يعني اختصاصي الصحيح، فإنه لما أقلب الصور دائما قد ما أنا كنت أكثر يمكن طالبة بالكلية آخذ صور ما أقلبها ألقاها قليلة، يعني كل صورة راح تعيد الموقف اللي عشته اللي مريت به مع جماعتك مع زملائك، في سواء بعزيمة سواء أو بسفرة في أي شيء انتهت مريت، هي الصورة عبارة عن موقف عن ذكريات. ومهما بلغ عدد الصور إلا أنه لا يوازي وحجم الهيام في التحليق في أجواء الماضي الجميل. الطلبة يتحدثون على أنها أهم من شهادة التخرج، وربما مقاطع الفيديو وصور الأجهزة الحديثة لا تلغي أبدا نكهة وروعة الصورة. متندم على عندي تقريبا مرحلة من المراحل ما أخذت، متندم عليها لأن هذا الصور هو توثيق، يعني ممكن الفيديو ترى يروح لأن يحتاج حجم وفشي، الصورة خاصة ذا مطبوعة تعتبر يعني ذكريات كاملة، وأنا يعني هسه جاي أشوفها كل ما أشتاق لمرحلة معينة، خاصة مثلا صور التخرج، صور التخرج تعني فد شيء أكثر عندي، الصورة أهم من حتى من شهادة التخرج. وتنتهي الرحلة بالحصول على الأكاديمية العلمية، لكن الشوق وحرارة المشاعر تبقى في ذكرى الأصدقاء والزملاء وكيف جسدتها صور دراستهم الجامعية. لبرنامج صباح سامراء، محمد المختار، الديوانية.